بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سأتحدث عن واحدة من خدمات جوجل وهي النماذج. خدمة النماذج وغيرها من تطبيقات جوجل يمكن الاستفادة منها بعد إنشاء حساب في جيميل، وقد شرحت سابقا كيف ننشئ حساب في جيميل. سأترك رابط المقطع أسفل الفيديو. بعد إنشاء حساب جيميل وتسجيل الدخول له، ألاحظ ظهور هذه العلامة النقاط التي عند الضغط عليها أستطيع اختيار خدمة النماذج، وبالنقر عليها يفتح لي صفحة النماذج. أيضا يمكن فتح صفحة النماذج من كتابة جوجل في مكان البحث جوجل فورم، اختار أول نتيجة، اختار هنا من بيرسولا جو تو جوجل فورمز، فتفتح لي صفحة النماذج. طبعا بس تفتح لديكم فارغة، أنا قد أعددت نموذج سابقا فلذلك يظهر. هنا الآن سأشرح كيف أنشئ نموذج جديد وأضع الأسئلة وأحول هذا النموذج لاختبار وأشاركه والاطلاع على الردود. بداية إنشاء النموذج يكون من علامة الزائد هنا، أضغط على الزائد فيتم فتح صفحة إنشاء النموذج. أضع له عنوان سأعنونه اختبار، الصف الثامن، مادة تكنولوجيا، المعلومات والاتصالات. الوصف يمكن إضافة وصف، سأضع الوصف، الوحدة الثالثة، الشبكات. السؤال، نلاحظ هنا من اليسار يمكن اختيار نوع السؤال، خيار متعدد، فقرة إذا كانت الإجابة طويلة مقالية، إجابة قصيرة إذا كانت الإجابة عليه قصيرة، مربعات اختيار إذا كان أكثر من خيار صحيح، قائمة مستدلة، وأيضا لدي شبكة متعددة الخيارات، شبكة مربعات الاختيار، والتاريخ. تاريخ طبعا إذا كان السؤال يتطلب إدخال تاريخ أضع هذا النوع، والوقت طبعا إذا كان السؤال يتطلب إدخال وقت فأضع هذا النوع من الأسئلة. سأختار أنا بداية خيار متعدد، أكتب السؤال ليكون الشبكات حسب نوع الربط. وان الخيار الثاني، لان الخيار الثالث، حلقية، نلاحظ هنا علامة مطلوب. بتفعيل هذه العلامة يصبح إجباري الإجابة على السؤال ولا يمكن تجاوزه. هنا يمكنني من هذه العلامة إزالة السؤال، هنا يمكن تكرار السؤال، ومن هذه العلامة زائد يمكن إضافة سؤال آخر. أضغط على علامة الزائد لإضافة سؤال. بنفس الطريقة أحدد نوعه وأدخل السؤال. إذا أردت أن أضع صورة لتساعد في الإجابة أو مقطع فيديو تتم مشاهدته ثم الإجابة، فأنقر على الصورة وتفتح لي صفحة التحميل. ولكن إذا أردت أن تكون الصورة من ضمن السؤال، يعني أنا طرحت السؤال والصورة موجودة معه، فأختار الصورة من هنا من هذا المكان. يمكن تحميلها باستخدام عنوان URL من جوجل درايف أو أبحث عنها في جوجل، أو تكون موجودة في الحاسب فأختار تحميل وأختار التصفح، ومكانها عندي هي في سطح المكتب. هذه هي الصورة، أحددها ثم أضغط أوبن. ألاحظ الصورة قد أدرجت. سأضع السؤال هنا،
اسمها بص التزامات الاتصال بالإنترنت. أضع هنا طبعا أنا الإجابة، عفوا السؤال لا أريده خيارات متعددة، أريده إجابة قصيرة أحوله لهذا النوع، وأريده إجباري للإجابة، يعني إجباري الإجابة عليه فأفعل خيار مطلوب. أريد الآن إضافة فيديو ليتم مشاهدته ثم إضافة أسئلة على الفيديو، فأنظر على إضافة الفيديو. أنا لدي رابط الفيديو الذي سأشاركه هنا، هذا هو طبعا، من هنا مشاركة نسخ ثم أجلب الرابط. طبعا تلاحظون أن الفيديو الذي أستطيع تحميله في جوجل فورم يجب أن يكون رابطه موجود على الإنترنت سواء في يوتيوب أو موقع آخر، فأضع إذا كان في يوتيوب هنا، وإذا كان لدي عنوان URL في موقع آخر أضعه هنا. بعد وضع الرابط، رابط الفيديو، أضغط على علامة البحث أحدد، ثم أضغط تحديد فيدرج الفيديو، أضع له عنوان الشبكات أنواعها فاصلة خدمات شبكة الإنترنت. الآن أريد إضافة سؤال، أضغط علامة إضافة سؤال، طبعا ويمكنني تحديد المحاذاة كما في الصورة، عفوا ليس من هنا، مثلا سأضعه في الوسط. السؤال هنا سأضعه إجابة قصيرة، سيكون السؤال ما أنواع الشبكة التي ذكرت في المقطع، وسأفعل خيار مطلوب. أريد إضافة سؤال آخر، سأوضح هنا مثلا ليكون السؤال واضح مقطع الفيديو. أكرر السؤال وسأضع هنا السؤال ما خدمات شبكة الإنترنت التي ذكرت في مقطع الفيديو. وسأفعل نوع السؤال إجابة قصيرة. الآن بعد أن أنهيت الأسئلة أريد معرفة كيف سيكون شكل النموذج للمجيب. أضغط على هذا الرمز، رمز العين، معاينة. هكذا سيكون شكل النموذج لمن سأشاركه الرابط. الآن أريد تفعيل ميزة الاختبار على النموذج، وذلك لتحديد الإجابة الصحيحة، وبالتالي يمكن للمجيب الاطلاع على الإجابة الصحيحة. من إعدادات أذهب للاختبارات، أفعل جعل هذا اختبار. الآن تظهر لي هذه الخيارات، إصدار الدرجة مباشرة بعد كل إرسال، ولو في وقت لاحق سأتركها مباشرة بعد كل إرسال. يمكن للمجيب مشاهدة الأسئلة غير الصائبة، يعني أن بعد الإجابة تظهر له الأخطاء. الإجابة الصحيحة للسؤال، قيم النقاط، قيم النقاط أنا لا أريد تفعيلها، وأضغط على هنا حفظ. أعود بالنقر على السؤال، ألاحظ ظهور كلمة مفتاح الإجابة، أنقر على مفتاح الإجابة وأختار الإجابة الصحيحة وهي هنا. إذا أردت إضافة ملاحظة على الإجابة، الإجابة غير الصحيحة مثلا، سأكتب شكرا لمشاركتك.
الإجابة غير صحيحة، سأكتب أحسنت وأضغط حفظ. كما تلاحظون يمكن هنا لو ضغطت على علامة الفيديو أستطيع وضع فيديو في حال الإجابة الصحيحة وكذلك الإجابة غير صحيحة، أو أضع رمز. مثلا هذه فكرة جيدة، مثلا إذا كان الشخص إجابته غير صحيحة فأضع مثلا فيديو يظهر له وبذلك يساعده على اختيار الإجابة الصحيحة. سأكتفي أنا بالعبارات وأضغط حفظ. يمكن أيضا اتباع نفس الطريقة على الأسئلة المتبقية، مثلا هنا هذا السؤال مفتاح الإجابة الصحيحة، هنا الإجابة القصيرة. يمكن أن أدخل النص بأكثر من طريقة لأراعي الإجابة الصحيحة، أو أتركه يعني لا أحدد الإجابة الصحيحة، وبالتالي بعد مشاركة الاختبار وانتهاء مدة مشاركته يمكن أن أعرض الإجابات الصحيحة للمشاركين. لو أردت إضافة إجابة صحيحة هنا، إجابة صحيحة مثلا سأكتب أجهزة ذكية، فاصلة أو هكذا مضطردة، مودم، مودم أو مودم وراوتر. كما تلاحظون في الصورة هما مدمجان في نفس الصورة. أيضا لدي خط هاتف أرضي، ولدي اشتراك في خدمة الإنترنت والتي رمزها ISP كما تلاحظون في الصورة. الآن بعد أن أدرجت الإجابة الصحيحة، من يدرج الإجابة الصحيحة بنفس هذه الطريقة ستحسب له صحيحة، أما من يدرجها بطريقة أخرى، مثلا لو نسخت هذه الإجابة ووضعتها هنا Ctrl V. أريد أن مثلا من لا يضع همزة هنا أن تكون إجابته صحيحة على كلمة أجهزة ذكية. مثلا ممكن أن أغير هنا، أضع مودم أو أضع مثلا راوتر فقط من مفرده، باعتبار أغلب أجهزة الراوتر مدمج فيها مودم. خط هاتف مثلا بدون كلمة أرضي. هنا ممكن أن أكتفي مثلا ب ISP. إضافة ملاحظة على الإجابة بنفس الطريقة، يمكن أن أضيف ملاحظة مثلا شكرا لمشاركتك والإجابة، ثم أضغط حفظ. بقية الأسئلة لن أعين الإجابة الصحيحة، سأتركها كما هي. بالنسبة لمشاركة النموذج، طبعا كما قلت من هنا معاينة أستطيع استعراض النموذج كما سيظهر للمجيب. الآن أريد مشاركة هذا النموذج، أضغط على كلمة رسال. أستطيع إرساله عبر عناوين بريد إلكتروني، مثلا تكون لدي مجموعة عناوين بريد إلكتروني للتلاميذ أو للمجيبين، فأضع العناوين هنا وأدرجها وأرسلها، أو يمكنني مشاركته من خلال الرابط. هذا هو الرابط، فأنسخ الرابط وأشارك من خلال واتساب، ماسنجر، أيا يكن، واستطيع صاحب الرابط الإجابة على النموذج. عندما أشارك الرابط ويبدأ المجيبون بالإجابة، هنا في صفحة الردود
تظهر لي الإجابات ويظهر لي عرض بياني للإجابة على كل سؤال. إذا أردت إيقاف الردود ولا أريد استقبال مزيد من الردود على النموذج، أضغط هنا تتوقف الردود. بالنسبة لهذه العلامة هنا إنشاء جدول بيانات، بالضغط عليها يقوم بتحويل الإجابات إلى جدول بيانات يمكن فتحه تحميله وفتحه ببرنامج إكسل. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح النموذج، الأساسيات لإنشاء نموذج ومشاركته. إن شاء الله في الشروحات القادمة سنتحدث عن طريقة وضع إضافات للنموذج. وهذه نهاية المقطع، ودمتم بخير. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.